صباح جديد يا جماعه، بحضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مكان. صباح الفل يا هند. صباح الخير يا نهلة، وصباح الخير لكل مشاهدينا اللي بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه وبيتابعونا. وطبعا كل يوم عندنا جديد في مصر جميله، ودايما بنتكلم على الايجابيات وبنحاول ان احنا ننشر روح الايجابيه الصبح لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا. هي النهارده الطرق زحمه جدا يا نهله، طبعا ده بسبب الشبوره. وللاسف الشديد النهارده كان في حادثه على المحور، 10 عربيات كانوا حاطين في بعض بسبب الشبوره، وطبعا ده اثر على بقيه المحاور. وطبعا بنطلب من كل الساده المشاهدين ان هم يتوخوا الحذر في الطرق السريعه، وخاصه في بعض الاحيان الطرق بتبقى مقفوله بسبب الشبوره. لازم نحترم قواعد المرور في الاول وفي الاخر لسلامه المواطنين. يا رب ان شاء الله كده كل واحد رايح شغله او رايح مكان دراسته يوصل بالسلامه باذن الله. ولازم يعني كل واحد برضو نبدا بالثقافه العامه احنا بينا وبين بعض، نحافظ على بعض، هي دي الاساس. النهارده عندنا مجموعه من اللقاءات اللي ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. اذا كانت هند كانت بتتكلم عن المرور، فاحنا النهارده عندنا فقره هند لها علاقه بالموضوع ده، لانه يعني كوبري الفنجري كوبري مهم جدا، هيسهل الحركه المروريه الموجوده في كتير جدا من المحاور زي العروبه وصلاح سالم وغيرها من الاماكن الثانيه. النهارده هنتعرف على انجاز كوبري الفنجري اللي قارب على الافتتاح وانتهت الاعمال فيه تقريبا. هيبقى فيه 6 حارات مروريه، وهيبقى فيه 5 كاميرات لمراقبه حركه المرور، وهيكون فيه تجهيزات زي الاوناش وغيرها من الخدمات المروريه الاخرى على هذا الكوبري او المحور المهم. النهارده هنستضيف سياده اللواء المهندس محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهره الكبرى والمسؤول عن هذا الموضوع. هنتكلم عن جهاز تعمير القاهره الكبرى بوجه عام والمشروعات المختلفه اللي فيه، وهنركز على كوبري الفنجري اللي حضراتكم اكيد عاوزين تعرفوا معلومات عنه، خصوصا اللي ساكنين في هذه المنطقه وكانوا بيعانوا من زحام شديد خلال الفتره اللي فاتت. تالي كل المحاور دي يا نهله سهلت على ناس كثيره جدا الطرق. يعني انا بشوف انه في اماكن مش تحديدا في القاهره كمان كان في مجموعه طرق وكباري تم انشائها في عدد من المحافظات، كان بيبقى فيه تكدسات مروريه كبيره جدا بتعطل الساده المواطنين، كان بيبقى فيه حوادث كتيره قوي على الطرق بسبب الفتحات الغلط، بسبب الناس اللي عايزه تعدي من اليمين تروح الشمال. اعتقد منظومه الطرق دي هتسهل على ناس كتيره جدا حياتها كل يوم. من الفقرات كمان اللي هنلتقي بيها النهارده فقره خاصه عن محاربه الارهاب، وبما ان احنا مصر بتحارب الارهاب فلازم نتكلم في كل الاتجاهات المختلفه اللي نقدر ان احنا من خلالها ان احنا نحارب الارهاب. واحده منهم الفن والكلمه واللحن، وايضا المسلسلات والافلام، كل دي بتعتبر قوه نوعا ما بتغير من ثقافه الشعوب. النهارده هيكون لنا لقاء مع الكاتبه مديحه عاشور والمطربه عزه بلبع، وهنتكلم معاهم اكتر ازاي الفن يقدر ان هو يساهم في محاربه الارهاب. وكما هي العاده بننهي دايما فقراتنا بفقره ابيض واسود، واللي من خلالها بنحتفي برموزنا اللي ممكن يكونوا رحلوا عن عالمنا لكن لسه اعمالهم باقيه على شريط السينما بتخلدهم، وبنستضيف ابنائهم علشان نتكلم عن حياتهم الشخصيه وعن علاقاتهم الاجتماعيه بالاضافه لتواجدهم على الشاشه. طبعا اللي بيتفرج على الافلام الابيض والاسود هيفتكر الفنانه الجميله مديحه سالم اللي هي كانت فتاه احلام لكثير جدا من الشباب، وحتى الان لما الناس بتتفرج عليها في عصرنا ده يقولوا يا سلام لو نلاقي شبه مديحه سالم في رقتها وشقوتها وبراءتها وطفولتها. النهارده هنتكلم عن هذه الفنانه الجميله اللي عملت مجموعه رائعه من الافلام زي ام العروسه، زي حواء على الطريق، لصوص لكن ظرفاء. هنتكلم مع بنتها وهي مش غريبه عندنا لانها ايضا مذيعه زميله في البرنامج الاوروبي. هنتكلم مع الاستاذه بوسي صلاح الدين بنت مديحه سالم عن حياتها الشخصيه وحياتها العمليه، ونعرف عنها اكتر معلومات كتير. دي فقراتنا النهارده مع حضراتكم في مصر جميله. قبل ما نطلع الفاصل اسمحوا لنا ان احنا نقدم كل التحيه والاحترام والتقدير لاشقائنا ذوي الاعاقه في العالم كله. النهارده اليوم العالمي لذوي الاعاقه، وده وفقا لما حددته الامم المتحده سنه 92. والحقيقه انه 2018 كمان مصر هتعلن العام الخاص بذوي الاعاقه، وطبعا بنهيب بالحكومه والدوله ان هي تقدم المزيد من الخدمات لذوي الاعاقه، لانه تقدم الامم بيتقاس دايما بالخدمات اللي بتقدم لذوي الاعاقه ايضا لتسهيل حياتهم اليوميه. نطلع لفاصل مع كل مشاهدينا ونرجع مره ثانيه نواصل لقاء مصر.